هو منظر خلاب من مناظر قرية تندوت التي تحظى بمؤهلات سياحية مهمة. جبور صاحب مأوى مرحلي أعرف هذا العام استقبال أكثر من 70 ليلة مبيت. هي سياحة إيكولوجي جبلية، فيها القصبات، فيها منطقة هي ديال اللوز، منطقة ديال القصبات والجبال، هذا هو سميتو. خاصها شوية الإشهار خصوصا السياحة الجبلية، كنتمناو باش تدعم هذه السياحة الجبلية في منطقة تندوت. تندوت قرية توجد شمال شرق ورزازات بحوالي 70 كيلومترا، مؤهلاتها طبيعية جبلية وكذا حضارية من خلال وجود عدة قصبات قديمة بها. المنطقة لها مؤهلات سياحية ومؤهلات طبيعية تتجلى في هذه المنطقة الجبلية والمنطقة الطبيعية بويدان يعني الأودية، لها من المؤهلات السياحية ما يكسب لها من السياحة. وعندنا مرأب سياحي، منطقة بعد ومنطقة فوق فائد زغار ومنطقة فوق ايد زغار، هذوما جوج المحطات اللي كيكون فيها يعني السياحة، ولكن بواحد الطريقة اللي هي ما زالت ضعيفة. صور طبيعية جميلة ومعمار حضاري قديم بعض من مؤهلات هذه القرية الصغيرة التي من شأنها الدفع باقتصادها نحو آفاق واعدة.